السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الكروية الرمضانية مباشرة من المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لمتابعة مباراة عن دور 16 النهاية من منافسات أغلى وأمجد وأعرق الكؤوس المغربية كأس العرش. اليوم على غير العادة فريق الرجاء يستضيف فريق اتحاد تمارا، بالرغم من انه المضيف اتحاد تمارا لاسباب تنظيميه لاسباب قاهره يلعب هذه المباراه ويستضيف الرجاء بين انصاره وجماهيره ومناصريه ممن يحضرون باعداد كبيره. يغطي مباريات دوري الدرجه الاولى من المباريات كبيره وكبيره جدا بين رجاء وصيف البطل بطل دوري الدرجه الاولى من العام الماضي يواجه اتحاد تمارا الذي كان قريبا من الصعود لدوري الدرجه. مجموعه من اللاعبين ممن وقعوا عقودا للعب بنادي رجاء هذا الموسم، ابو شروان كان اخر من توقيع الهدف الاول في هذه المباراه الجديده ايضا في بطوله هذا الموسم والبدايه بمنافسات الكاس. رضوان جيد حكم اول، حسين صبري حكم ثاني، عبد الله نسيس حكم حرك كالذئب على مستوى الاطراف يساهم كثيرا في اهداف منحت رجاء الثقه لكي يصل للمباراه الاخيره، لكنه ضيع اللقب لانه لم يتمكن من تجاوز العميد نادي الجيش الملكي في المباراه الاخيره. الكره تتحول لاتحاد تمارا الذي يلعب من دون مركبات. فوي سفيان يتحرك من الجهه اليسرى يبحث عن الدعم من الصحفي هشام. الكره دائما لاتحاد تمارا، دائما الضغط الخطوره، والحكم رضوان جيد يعلن عن خطا واضح لصالح اتحاد تمارا الذي يستضيف هذه المباراه بالمركب الرياضي محمد الخامس. كون سرعه من الجهه اليسرى صعبه، كره مرفوعه المتابعه من قلت على انها مغربي كان حاضر يوم امس ويحضر اليوم، يعني هذا وهذه عاده محموده من طرف المدرب الجديد للمنتخب. قد نكون منتخب مكون من محترفين ومن لاعبين مواطنين اكيد لكي نتالق قاريا بدايه من العام المقبل. كنا كره للرجاء من الجهه اليمنى صعبه 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 خطيره. الصحفي للمدافع الايسر مازيزي الذي يلعب من الجيريونا، امين الزكراني للمدافع الاوسط المحمودي محمد تعود مجددا للرجاء. 8 دقائق عن نهايه الجوله الاولى، دائما التعادل السلبي 0-0 هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس. حتى الجمهور مازال ما تفاعلش مع المباراه، مازال ما دخلش في المباراه، كيف ما دخلوش لاعبي الرجاء ولا لا. اظن عبد المولى بن رابح